الغضاريف، لان احنا قلنا النوع الاساسي او التيبيكال ده كان صوت، ده اللي سميناه كونكتيف تيشو بروبر. قلنا الثلاث انواع الباقيين، اول كلمه في التعريف ان ده سبيشال تايب اوف كونكتيف تيشو، يختص بانهي ماتريكس بقى؟ الخاصيه اللي احنا قلنا عليها رابري، اللي احنا قلنا دايما بس المناخير كده حاجه تبنيها فيها مرونه لكن في نفس الوقت قويه يا جماعه، مش ضعيفه برضه. فيرم يعني فيها قوه لكن فيها مرونه. فيرم بط فلكسبل، ده معنى الكلمه دي. وبيحب يسالك عن خصائص الماتريكس لكل نوع. لو هيتكلم معاك عن الكارتج هيقول لك يعني ايه رابري؟ زي الكاوتش. يعني ايه برضه؟ فيرم بط فلكسبل، قوي ولكن في نفس الوقت فيه مرونه او ليونه ان هو يرجع لشكله الطبيعي تاني لما تشيل البريشر من عليه. طيب ايه الخصائص العامه برضه لهذا النسيج؟ احنا قلنا في سيلز وفي فايبرز وفي رابري ماتريكس، في خلايا غضاريف وفي الياف معينه هنتكلم عنها وفي ماتريكس ليه خاصيه. الخلايا يا جماعه من خصائص هذا النسيج ان السيلز ار وايد سيبريت، يعني السيلز متباعدة زي ما خدنا الكونكتيف تيشو بروبر قبل كده، ان السيلز ار وايد سيبريتد بكميات كبيره من الماتريكس. طيب بالنسبه للفاسكولاريتي، الكارتليج يا جماعه في اكسبشن كنوع من الكونكتيف تيشو ان هو افاسكولار، فكده هيشبه مين؟ الابيثيليال تيشو، لان احنا قلنا الكونكتيف تيشو بنوعه التقليدي اللي هو كونكتيف تيشو بروبر طبعا ده فاسكولار لان ده مصدر الغذاء للابيثيليال. البون لما ندرسه هايلي فاسكولار تيشو، بون فيه كميات دم رهيبه والبلاد طبعا اوكي، لكن الكارتليج ده الاكسبشن لهذه القاعده. It is avascular يعني برضه مفيش أي نوع كارتليج، مفيش أي نوع كارتليج أرسمه وأرسم جواه أوعية دموية ولا أشوف الكلام ده تحت الميكروسكوب لأنه avascular. هو بقى مفيهوش حاجة خالص بالمرة كده، لا بلاد كابيلاري ولا لمفاتيك كابيلاري ولا ليف ولا أي كله نور. طيب الكارتليج الغضاريف اللي بجسمنا بتتغذى منين؟ يعني بيوصل لها الاكسجين والنيوترينز منين؟ معظم الاماكن اللي فيها غضاريف هتلاقي حواليك طبقه من الكونكتيف تيشو، الكونكتيف تيشو اللوز او الكونكتيف تيشو العادي اللي ماشيه فيها بلاد فيسلز. الكبسوله الخليه اللي بيحوط الغضاريف في جسمنا اسمه بيريكوندريم. بيري خدناها 100 مره قبل كده، وكوندريم حواليه، يعني الكارتليج حواليه يعني حاجه شبه الكبسول كده مكونه من الياف، والالياف دي ماشي فيها او بيتخللها اوعيه دمويه. هيحصل ديفيوجن عادي جدا من البلاد فيسلز اللي هنا عشان تغذي تركيبه الكارتليج نفسه. طيب الاماكن اللي ما فيهاش الكبسول ده بنسميها الارتيكولار كارتليج. يعني ايه ارتيكوليشن؟ يعني التقاء عظمتين مع بعض في مفصل متحرك زي الالبو او الني جوينت او غيره. فعندي عظمه قصاد عظمه، هنا الكارتج اسمه ارتيكولار كارتج، اللي هو ربنا خلق لنا حاجه ناعمه عشان العظم ما يحكش في بعض، اللي هو بيتاكل مع تقدم السن. الكارتج في هذا المكان اللي هو اسمه ارتيكولار كارتج مش بنغطي باي بيريكوندريوم. ليه؟ لأن البيريكوندريوم مليان بلاد فيسلز، ولو كان العظمتين يحكوا بعض باستمرار كان ممكن يحصل رابشر للبلاد فيسلز في هذا المكان. طيب الكارتج هنا ما عندوش بيريكوندريوم، هيحصل على الغذاء بتاعه والأكسجين بتاعه منين؟ من؟ سينوفيال. خدتوا الكلام ده في الأناتومي؟ الحمد لله خدتوا حاجة أهو في الأناتومي، خدتوا إيه في الأناتومي؟ ان المفصل ده محاط بجوينت كبسول وفي سائل هنا اسمه ايه؟ سينوفيال فلويد، ده اللي بيحصل منه الديفيوجن للاكسجين والنيوترينز عشان تغذي الغضروف في هذا المكان في التقاء المفاصل المتحركه ارتيكولار كارتلج، حيث ان الكارتلج في هذا المكان از نوت كفرد ويز بيريكوندريوم. مفهوم هذا الكلام؟
يبقى الكارتريج او الكارتريج كنسيج الغضروف نسيج لا يوجد فيه اي اوعيه دمويه ولا اوعيه لمفاويه ولا اعصاب. يحصل على الغذاء بتاعه معظم الكارتريج بتغطي البيريكوندريوم، هيحصل منه ديفيوجن عادي زي ما اتخذنا قبل كده. اما الاماكن اللي ما فيهاش بيريكوندريوم، صح لنا الدكتور اللي نايم ده خالص، ده نايم مغطيه يا احمد، صح ولا نايم يا احمد؟ طيب تعرف ايه هو الارتيكولار كارتريج؟ يعني ايه ارتيكولار كارتريج؟ انت كمان نايم برضو؟ نايم برضو؟ اللي جنبك اللي بيذاكر، احنا هنذاكر دلوقتي ايه هو الارتيكولار كارتريج؟ اسمك ايه؟ ايه هو الارتيكولار كارتريج؟ انتوا قاعدين يا جماعه بتتفرجوا عليا؟ يعني في هنا فيلم بيتعرض ولا ناس قاعده فاهمه واللي مش فاهم بيقول مش فاهم؟ اتفضل. تمام، ده اللي بنسميه ارتيكولار كارتريج. ليه بقى المجموعه اللي هنا نايمه ليه النهارده؟ نايمين يأكل لكم نسكافيه؟ طيب اياد اسال حد تاني ما اعرفش يجاوب. الارتيكولار كارتريج ده بتغطي الفريكوندريوم ولا لا؟ لا، امال الكارتريج هنا بيحصل على الغذاء بتاعه منين؟ من السبينال. طيب الكارتريج يا جماعه عشان نسيج افاسكولار، فلو حصل اي انجري او دامج في الادلت بيبقى صعب قوي انه يحصل ريبير او هيلينج تاني، لان طبعا بتاخده في الباثولوجي من الخطوات المهمه ان يحصل التئام لاي جرح ان البلاد سبلاي يكون كتير عشان يشيل الميديتورز الوحشه ويوصل الميديتورز الكويسه اللي هي بتساعد على الهيلينج او الريبير. وبالتالي في اثناء تكوين الكارتج ولحد السن اليونج ايج ده الهيلينج فيه بيبقى معقول. لكن الكبار في الادلتس لو حد لا قدر الله تعرض لحادثه، اشهر حاجه نزل سيبتم ده بيتكسر او ديفييت من مكانه، فده بيبقى صعب قوي ان هو يرجع لشكله الطبيعي تاني رغم ان هم بيعملوا عمليات جراحيه وكده، لان النسيج نفسه مش مساعد على حصول الالتئام نتيجه ان هو ايه يا جماعه؟ نبتدي نتكلم عن الهيستولوجيكال ستراكشر بتاع الكارتج. في سيلز وفي فايبرز وفي رابري ماتريكس، والماتريكس هنا في الكارتج هناخده او هناخد التفصيل بتاعه لان هو مهم في اداء وظيفه الكارتج. الخلايا بتاعت الكارتج يا جماعه نوعين، كلمه كوندرو بلاست معناها ايه؟ كوندرو بلاست، قلنا كلمه بلاست دي الخليه المكونه للغضاريف، وفي خليه ثانيه اسمها كوندرو سايت. تمام؟ وبعد كده عندي انواع من الفايبرز هلاقيها موجوده في الماتريكس بتاعي. طيب انا ليه عندي 3 types of cartilage؟ هندرس 3 انواع من الغضاريف موجودين في جسم الانسان. هايلاين كارتلج، الاستيك كارتلج، ووايت فايبر كارتلج. التقسيمه دي يا جماعه بيزد اون ايه؟ كميه الفايبرز ونوع الفايبرز اللي موجوده في الماتريكس بتاعي. يعني انا عندي خلايا والياف يحصل بينهم ماتريكس، نوع الالياف وكميتها ونوعها هو اللي بيحدد لي انا في انهي نوع من الكارتج. كلمه هايلاين كارتج، كلمه هايلاين باللاتين يعني زي حاجه بتبان شفافه كده، هو ده التيبيكال تايب اوف كارتج برضه، ده الاساسي او الاصلي الغضاريف الاصليه، ده اللي بنسميه هايلاين كارتج. الاذر تايبس شبهه بس مع شوية تغييرات هنتكلم عليها. تمام؟ يبقى التقسيمة دي يا جماعة based on the type of fibers. لو بتكلم عن الهايلاين كارتج هتبقى الفايبرز اللي عندي كولاجين فايبرز تايب 2. خلي بالك أنا قلت لك معلومة هناك إن الفايبرز أنواع كتيرة بتاعت الكولاجين وصلت ل 20 نوع. صح؟ وقلنا إن أقوى نوع هو كولاجين تايب 1. اما كولاجين تايب 2 اللي هو موجود في الهايلاين كارتليج، دي فايبرز رفيعه قوي يا جماعه لدرجه بيسموها فايبرينز. فايبرين مش مهم تكتبها بس تبقى فاهم،
انواع رفيعه جدا 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 من الكارتليج من الفايبرز لدرجه انها ما بتبانش في العينه بتاعتي، فقالوا عليه شفاف او زجاجي. تمام؟ الالاستيك كارتليج هيكون فيه ايه؟ شيء طبيعي يكون فيه انهي فايبرز؟ الالاستيك فايبرز، وعندي كولاجين 2 ولا مفيش؟ عندي فيو كولاجين تايب 2. كل ده بيتسال في الشفوي، هيشوفك عارف انواع الفايبرز في كل نوع كارتليج ولا لا. طبعا اللي هيقول له تايب 1 في الهايلاين خلاص خلاص ده مش نافع. تايب 2 اللي موجود في الهايلاين كارتريج. طب الالاستيك شيء طبيعي لازم اول كلمه تقولها الاستيك فايبرز كتير. طب يا ابني مفيش تايب 2 خالص، لان تايب 2 ده زي ما بيقول لك كده حاجه مميزه للغضاريف. اوكي؟ تايب 2 بس عددها اقل. فيو تايب 2 فايبرز. اما النوع الفايبر كارتريج ده يا جماعه ده ما نوع كده من النسيج، حاجه كده وسط ما بين الغضاريف والفايبرس كونكتد زي الشبابي بالتندول اللي قلنا بيخرج فيه انواع الالياف. فده نسيج كده واخد خصائص من هنا واخد خصائص من هنا. عشان كده نوع الفايبرز اللي فيه اللي هي كام يا جماعه؟ تايب 1. لان ده نوع من الكارتج بيربط عظمتين او بيثبت عظمتين في بعض عظام غير متحركه. الاسترن والكلافيكولا في حاجه قويه جدا، وفي نفس الوقت في خصائص من الغضاريف وفي خصائص من الفايبرس كونكتيف تيشو اللي هي تتكثف فيها الياف الكولاجين. عشان كده هيكون في تايب 1. يبقى انواع الفايبرس تاكد على اهميتها في الاورال في التشوز. الهايلاين كارتج في كولاجين تايب 2، والالاستيك كارتج في اساسا الاستيك فايبرز بيو كولاجين تايب 2. اما الوايت فايبر كارتج هنا بقى هيزعل قوي لو قلت له تايب 2 تايب 1. لو فهمت النسيج نفسه ودوره في الجسم وربنا خلقه في انهي اماكن اللي هي زي ما قلنا دايما ارتباط السايتس والفانكشن، هتفهم انواع الفايبرز اللي موجوده. خلاص الكلام اللي بقوله مفهوم يا جماعه؟ هنبدا اول نوع اللي احنا قلنا اكتر نوع من الكارتج موجود في جسمنا ده الموست تيبيكال تايب اوف كارتج اسمه الهايلاين كارتج. اللاتيني كلمه هايلو يعني حاجه شفافه او زجاجيه. طبعا النسيج بالعين المجرده دوت برضو غير مشرحه بتبان الحتت اللي فيها هايلاين كارتج حتت شفافه. خلاص؟ لما اجي اتكلم بقى عن الاستراكشر بتاع الهايلاين كارتج، بس هنقول في الاول يا جماعه السايتس بتاعته عشان نبقى متخيلين هو موجود فين وتركيبته عامله ازاي. السايتس بتاعت الهايلاين كارتج احنا بنقول ده الموست كومن تايب اوف كارتج موجود في الجسم. دي السايتس بتاعته. اول حاجه اصلا ده امبريونيك. يعني ايه امبريونيك؟ يعني موجود الهيكل العظمي بتاع الجنين ما بيكونش عظمي، بتكون شكل العظمه بس في هيئه كارتج. يعني الهيومرس اللي هتبقى هيومرس ولكن تركيبتها لسه مش عظمه، تركيبتها كارتج. تمام؟ الفيمر ده اللونج بونز بتاعت الفيتس بتبقى تركيبتها الاول كارتج بونز عشان يسهل حركه الفيتس طبعا اثناء البريجنسي وما يبقاش جسمه تقيل على نفسه. وبعد ما يتولد يبتدي يحصل replacement of cartilage by bone. gradual replacement طبعا بتبدا الحكايه دي قبل الولاده اللي هي هتاخدوها في البون، حاجه اسمها primary والsecondary centers of ossification. قبل الولاده بيبدا شغل، بعد الولاده بيكون لسه جزء عنده cartilaginous، ثم بيحصل replacement by bone. عشان كده يقول لك ايه وانت بتشيله بالراحه عليه ده عظم طري، هو مش عظم طري ده لسه cartilaginous. اوكي؟ يبقى الفيتال سكيلتون عشان يديله سبورت وما يبقاش تقل على جسم الفيتس. بعد ما اتولدنا اتفقنا حصل ريبليسمنت للكارتج ده باي بون ما عدا ايه الاماكن اللي بتفضل في العظمه كارتلاجينس. ليش واخدين حاجه منها في اول المحاضره؟ الارتيكولار كارتج ده هنا بيعمل سموث ارتيكوليشن عشان العظمتين ما يحكوش في بعض. وقلنا ده مع تقدم السن اللي بيسموه الخشونه اوستيو ارثرايتس، دي حاجه مرضيه يحصل تآكل في هذه الغضاريف واحتكاك العظم ببعض.
يبقى الارتيكولار كارتج هنا فور سموث ارتكيوليشن. ايه تاني مكان في العظمه بيفضل؟ اسمه ايه؟ اسمه البروس بليت او الامفيزيال بليت. دي المكان اللي هو عند التقاء الهيد بالشفت من الناحيتين في بليت. حاضر ثانيه واحده. ده بيفضل هايلاين كارتج. طبعا ده المفروض ان هو بيبقى اوسيفايد يعني يتحول لعظم في سن البلوغ. الشخص مش هيطول بعد كده تاني لان برضه الكارتج اسلوب ده بيكون بمعنى كلمه ان هو بقى اوسيفايد. برافو عليك. الكوستال كارتج. الكوستال كارتج اللي هو انهي مكان؟ اللي هو بالمعمول بالاحمر ده اللي هي عندك عظمه الاسترنم والريبز ماسكه فيها. اول جزء في الريب. الريب دي اسمها ايه بالعربي؟ ضلوع. اول جزء في الضلع مثبت في عظمه الاسترنم ما بيبقاش بون بيبقى هايلاين كارتج. وبقيه العظمه بتبقى سبونجي بون عادي بقى. معايا؟ مش عارفه انتوا ليه سعداء انتوا الثلاثه النهارده؟ في سبب للسعاده؟ طيب فده بنسميه الكوستال كارتج. كوستال ده مكان اللي هو الجنكشن بين الاسترنم والفيرست بارت اوف ذا ريب. بقيه الريب دي بتبقى سبونجي بون. في ايه تاني يا جماعه؟ اماكن تانيه؟ الممرات الهوائيه الاكبر برضه الاسبيراتري باسجز. قلنا ربنا مدي سبورت للجدار بتاعها عشان ما تقفلش بعد دخول الهواء. دي لازم تبقى بيتنت يعني مفتوحه على طول. فزي ما انت شايف فور اكزامبل مثلا التراكيه طبعا من قبليها من اول النيزل كانت اللاركس التراكيه في البرونكاي كمان. كل الممرات الهوائيه دي في الجدار بتاعها فيه غضاريف في اشكال مختلفه في شكل حلقات مثلا في التراكيه. لكن نوع هايلايت كارتج النوع ثابت عشان تدي سبورت للجدار التراكيه ما يحصلوش كولابس ما يقفلش او يلزق على بعضه بعد دخول الهواء. فهنا انتوا مينتين ذا اير واي بيتنت عشان احافظ على الممرات الهوائيه مفتوحه طول الوقت. يبقى دي الاماكن اللي بلاقي فيها هايلايت كارتج في جسمي. اماكن كتير ليها وظائف كتير عشان كده بيقول لك ان ده الموست كومن تايب اوف كارتج ان ذا بودي. طيب الكارتج في هذه الاماكن كل الاماكن اللي احنا قلنا عليها بيبقى متغطي ما عدا الارتيكولار كارتج طبعا متغطي بكبسول سميناه ايه يا جماعه؟ سميناه في اول المحاضره ايه؟ البيري كومبلكس. خلاص؟ يعني لو خدت عينه من جدار التراكيه وبتفرج على طبقه الغضاريف اللي فيها هلاقيها متغطيه بكبسول او غشاء من الناحيتين. ده بيبقى مغطي الغضروف حوالين الضايق كله اسمه البيري كومبلكس. بيري يعني اراوند وكوندريوم يعني كارتج. لما جينا نحلل الكريكوندريوم ده واشوف الاستراكشر بتاعه تحت الميكروسكوب وده سؤال لوحده بيجي شورت اسم هيستولوجيكال استراكشر اند فانكشن اوف ذا بيريكوندريوم. البيريكوندريوم يا جماعه ده طبقتين اوتر فايبرس وانر كوندروجينيك والاسم بتاعهم بيقول لك التكوين عباره عن ايه. اوتر فايبرس يعني بره الغضروف من بره خالص في الياف كتير. هنا بقى السؤال انهي نوع من الكولاجين فايبرز هيكون موجود في هذا الكبسول؟ انا مش بكلمك على الغضروف نفسه اللي جوه، انا بكلمك ان الغضروف ده ربنا حميه وعامل له سبورت وبروتكشن بانواع قويه من الفايبرز هتكون تايب كام؟ يبقى اي كبسول خارجي محوط العظم هناخده بعد كده اسمه بيري اوستيا او محوط الكارتلج اللي هو البيري كوندريا. الطبقه الفايبرس بتاعته فايبرس يعني ايه؟ يعني الياف. هتكون كولاجين 5 لان ده ليه دور في حمايه الغضاريف. وكمان يا جماعه لو في انفكشن زي ما قلنا بيخلي الانفكشن محدود ما ينتشرش لانه بيعوق مرور البكتيريا والحاجات دي لان في فايبرس مكدسه كتير. يبقى ده تبع الدنس تايب يا جماعه. ده تبع الدنس تايب اوف كونكتيف تيشو اللي احنا قلنا بتبقى فيه كولاجين فايبرز كتير زي اللي موجوده في التندون وزي اللي موجوده في الكبسولات اللي محوطه الكارتلج او البون البريكوندريوم والبري اوستيوم. هو ده الدنس تايب اوف كونكتيف تيشو يعني يغرب فيه تكدس الالياف. نوع الالياف هنا ايه للحمايه؟ طبعا هتبقى كولاجين تايب. هو بيسالك في الاولى طبعا ايه انواع الفايبرز اللي موجوده في الاوتر فايبرز ليجر اوف ذا بريكوندريوم. نمره اثنين ماشي بين هذه الالياف بلاد فيسلز. الكلام ده مهم ولا مش مهم؟
بقول ايه بقى؟ تمام، ان بيحصل ديفيوجن من البلاد فيسلز دي للاكسجين والنيوتريانس لان الغضروف نفسه اوسكولار. تمام، يبقى الاوتر فايبرس اللي هي الطبقه الخارجيه من الالياف القويه اللي مليانه بلاد فيسلز ليها تو فانكشنز لحد الان، الديفيوجن ونمره اثنين ده المكان اللي بيحصل فيه اتاتشمنت يا جماعه للمسلز او التندون او دي الحته اللي بتشبك فيها العضلات او التندونز اللي هي الاوتر فايبرس لاير اوف ذا بيلكم. طيب هخش جوه شويه هقرب من الغضروف على طول. الطبقه الداخليه للبريكوندريم اللي هي لازقه للغضروف بيسموها انر كوندروجينيك. كلمه جينيسيس يا جماعه يعني فورميشن. احنا اتفقنا وعارفين من البدايه ان انا عندي في الجنين عشان يحصل هذا التكوين اللي احنا بنقول عليه دلوقتي، لان كل الفورميشن ده يا جماعه امبريونيك. انت بتتولد خلاص الكارتلج فورمت والفورمت في كل الاماكن، وكل ما بنكبر يبقى الانجري فيه قلنا ديلينج صعب. فالكلام ده بيحصل امبريونيك. عندي خليه امبريونيك اسمها اليو ام سي هتيجي في الاماكن اللي هيتكون فيها غضاريف اللي احنا قلنا عليها السايتس دي كلها، هتبتدي تتخصص في تصنيع الكارتلج. فالانر كوندروجينيك لاير اوف ذا بيريكوندريم هيكون فيها خلايا جايه من اليو ام سي اسمها كوندروجينيك سيلز، وتحولت كمان في نفس اللاير دي الى الخلايا المكونه للغضاريف اللي هي خلايا مين؟ الكوندروبلاستس. ومن اللي انا بقوله يبقى الطبقه دي يا جماعه اللي هي الانر كوندروجينيك لاير مهمه جدا عشان الجروث والنمو بتاع الكارتلج. ايه المصنفات؟ مكتوب عندك في الكتاب كده بوضوح بس انا بسالها لك. الانر كوندروجينيك لاير او ذا بيريكوندريم از اسينشال يعني ضروريه فور ذا بلاست اوف كارتج. حد فاهم ليه؟ حبيبي كوندروبلاست which is the cartilage forming cell. برافو عليك. هو في السؤال ده محتاج ذكاء يا جماعه. الطبقه دي ليه مهمه واساسيه اللي هي لازقه على الغضروف من جوه وهي الطبقه الداخليه للبيريكوندريم؟ ليه مهمه لنمو الكارتلج؟ يعني انا حددت لك نمو الكارتلج لما تحتويه من خلايا بنيه للغضاريف اللي هي كوندروجينيك اللي جايه من اليو ام سي وتخصصت في تكوين الغضاريف فبقى اسمها كوندروبلاست. الكلام ده مفهوم؟ طيب يبقى كده البيريكوندريم ككبسول او غشاء بيحوط الاماكن اللي فيها هايلاين كارتلج ليه تو لايرز، وكل طبقه فيهم ليها بتؤدي وظيفه مهمه للغضاريف. الطبقه الخارجيه اسمها الاوتر فايبرس لاير. فايبرس يعني الياف. الياف النوع القوي من الالياف اللي بيحمي الغضروف خارجيا هيبقى تايب 1 وبيحتوي على بلاد فيسلز بيحصل منها ديفيوجن لتغذيه هذا الكارتج. يبقى اتاتشمنت للماسلز و بلاد سبلاي او فاسكولاريتي للكارتج سيلز. نمره 2 الانر كوندروجينيك لاير عرفنا اهميتها ايه؟ الجروث بتاع الكارتج. مين هي اللي كان ديفايد؟ لا مش كل الخلايا كان ديفايد. في انواع معينه يعني الكوندروسايتس اللي هي الناضجه الماتيور كارتلج سيل زي ما هناخد بعد شويه كانون ديفايد. هي كان ديفايد ده حلو لانها بتكبر عدد الكوندروبلاستس اللي هيصنعوا الكارتلج. لكن لما اخش في عمق الغضاريف نفسها في انواع من الخلايا خلاص لا تنقسم. مفهوم كده يا جماعه؟ حبيت تريحوا شوية ولا نكمل؟ تريحوا ولا نكمل؟ طب نريح شوية. دقيقتين عشان نبدأ السيلز. أي مكان في الجسم اللي هو هاي لاين كارتج يبقى عينة الحنفية مثلا أو في تأسكيلات زي ما قلنا أي مكان من السايتس اللي احنا قلنا عليها ما عدا الارتيكولار كارتلج. أول حاجة ببتدي أرسم البيريكوندريم اللي هو الكبسول الخارجي اللي محوط الكارتلج من بره، وهقسمه إلى طبقتين أوتر وإنر. لما أجي أرسم الأوتر فايبرس لاير هبتدي أرسم ألياف حمراء من الكولاجين، كولاجين تايب 1. وإيه الخلايا اللي فوق خالص دي يا جماعة مبططة كده؟ الاوتر فايبرس لاير اوف ذا بيريكوندريم اللي بين الكولاجين فايبرز.
اللي بين الكولاجين فايبرز. الفايبروبلاست. هو مين اللي كون هذه الكولاجين فايبرز؟ الفايبروبلاست. اهم حاجه هترسم في الطبقه دي البلاد كابيلاريز اللي انت شايفها دي، لان ده مصدر النيوتريشن للكارتج. بعد كده هترسم الانر كوندروجينيك لين. اتفقنا الانر كوندروجينيك فيها خلايا جايه من اليو ام سي اسمها كوندروجينيك سيلز. الكوندروجينيك سيلز دي خلايا هتقدر بعد كده تتخصص وتتحول الى الخلايا البنيه المكونه للغضاريف اللي هي خليه الكوندروبلاست. كلمه كوندروبلاست اسمها او معناها الخليه المكونه للغضاريف. جت منين؟ الكلام ده في الامبريو. في الاصل اليو ام سي جالها اشارات لتكوين الكارتلج. هتتحول لخليه اسمها كوندروجينيك. جينيسيس يعني فورميشن. دي اول خطوه في مرحله تكوين الغضاريف. هتتخصص اكتر، تنقسم وتتخصص اكتر الى الخليه البنيه للغضاريف وهي خليه الكوندروبلاست. يبقى الكوندروبلاست هلاقيها فين؟ او اول سيل في الكارتلج تهمني. هلاقيها في الانر كوندروجينيك لاير اوف ذا بيريكوندريوم. تمام؟ هنا بيسألني cartilage is not covered with perichondrium. فين؟ فين الأماكن؟ articular surface of joints. تمام. ركز بقى في الخلايا، مهمة جدا. بتيجي طبعا الفاينل exam كمان، exam النهائي، يكلموا عن cartilage cells. احنا اتفقنا لما قلنا كلمة blast قبل كده معناها انها خلية نشطة جدا، ودي الخلية المكونة بكذا زي ما خدنا الفايبروبلاست، ودي الكوندروبلاست. الخلايا دي يا جماعة بتبقى خلايا يونج سيلز، يعني سنها صغير زيكم كده، وبالتالي بتبقى هايلي اكتف سيل، نشطة جدا، وهي اللي هتكون المكونات الغضاريف. لما تكبر شوية وتعكس في السن وقدرتها على الشغل تقل مع انها بقت ماتيور ناضجة، هتتحول إلى خلية أخرى اسمها الكوندروسايت. فاهمين الفرق بين الاثنين؟ عشان ده هينطبق على العظم كمان. يبقى ايه الفرق بين البلاست والسايت؟ البلاست اللي زيكم اصغر، انشط، اكتف، ولكنها اماتشور، لسه مش ناضجين. لما تشتغل كتير وتكبر وتتسن نشاطها يقل، لكنها تبقى ماتشور كارتلج سيل اسمها كوندروسايت. تمام؟ ده هينطبق على العظم والغضاريف. الكوندروبلاست جايه من اليو ام سي اللي ادتني كوندروجينيك سيل. موجوده فين الخليه دي؟ في الانر كوندروجينيك لاير اوف ذا بيريكوندريوم. طيب شكلها ايه باللايت مايكروسكوب؟ ادي البيريكوندريوم اهو يا جماعه، وادي خليه الكوندروبلاست. شايفين الخليه دي؟ بتبقى اوفر ان شيب، بيضاويه الشكل كده شويه. والخليه دي يا جماعه احنا اتفقنا دايما بمشي بالعكس، انا بعرف الوظيفه الاول وبعدين احكم على السيتوبلازم والنيوكليس. هي الكارتلج فورمنج سيل. اتفقنا قبل كده اي بلاست معناها انها بروتين فورمنج سيل. والسؤال اللي هيسالوه لك في الشفوي، ايه البروتين اللي بيصنعه الخليه دي؟ ايه شكل او هيئه البروتين اللي خارج من هذه الخليه؟ يعني الفايبروبلاست صنعت الالياف والماتريكس، دي برضه هتصنع الالياف والماتريكس بس بتاع الهايلاين كارتج. هتصنع كولاجين فايبرز تايب كام؟ تايب 2. وان ازاي؟ انا دخلت خلاص في تكوين الغضروف نفسه. كولاجين فايبرز اللي موجوده عندي هي تايب 2. ومكونات الماتريكس العاديه قلنا الماتريكس ده فيه بروتينات وكربوهيدرات. يبقى هي بتشتغل زي الفايبروبلاست ولكن انسايد ذا كارتج. فبتصنع الفايبرز، هاي كل انواع الفايبرز؟ لا، الفايبرز بتاعت هذا النوع كولاجين تايب 2، وبتصنع كل مكونات الماتريكس. يبقى انا صنفتها انها بروتين فورمينج سيل متخصصه في تصنيع مكونات الغضاريف من الياف وماتريكس. مفهوم اللي انا بقوله؟ عشان بتبقى شاطر قوي تقول بروتين فورمينج سيل، ايه البروتين اللي بتصنعه يا ابني؟ ما حدش بيعرف كده. بتصنع كولاجين تايب 2 فايبرز والكومبوننتس اوف ذا ماتريكس اوف ذا كارتج بالنشويات والبروتينات بتاعته. خلاص؟ وبالتالي السيتوبلازم بتاع الخليه المصنعه للبروتين هيبقى لونه ايه؟ ديبلي ميزوفيليك. وعرفنا نحط ديبلي لما نشوف البلاست. ديبلي ميزوفيليك سيتوبلازم. النواه بتاعت هذه الخليه يا جماعه بتبقى فاتحه ولا غامقه؟ هي طبعا هتبقى فلات لان الخليه نفسها فلات او اوفر. النواه الخليه دي نشطه
هشوف النيوكليوس ده هيبقى فين ولا ده؟ هشوف نيوكليولس ولا مش هشوفه؟ طبعا هشوف. يبقى الشكل الخليه بيضاويه او مبططه شويه، وبالتالي النواه بتاعتها هتبقى فلات. لكن اهم كلمه انها فيزيكولار نيوكليوس اللي هي فين نيوكليوس وذ بروميننت نيوكليولس. طبعا حطينا قبل كده القواعد بتاع هذه الخليه تحت الميكروسكوب الالكتروني. خلي بالك لما تيجي ترسم خليه الكوندرو بلاست هترسمها في الانر كوندروجينيك لاير اوف ذا بيريكوندريم، تمام؟ في الطبقه الداخليه بتاعت البيريكوندريم هترسمها خليه مبططه كده وليها فلات نيوكليوس، والسيتوبلازم بتاعها هتلونه باللون الازرق. طبعا خليه زي دي مصنعه للبروتين تحت الميكروسكوب الالكتروني. حطينا رصه الفيتشرز اوف ذا بروتين سيكريتنج سيلز، هنا يبقى فيها ار اي ار واللي بالغ جولجي، ميتوكوندريا كتير، وصف النواه الاي ام الاكتف اللي هي ايو كروماتيك نيوكليوس وفيها نيوكليولس، تمام؟ Which cells are located in the inner cellular نوع cellular او كوندروجينيك layer of the pericondria؟ مين؟ فايبروبلاست. هنا بيسالك على الانر مش الاوتر. الطبقه الخارجيه بتاعت البيريكوندريا دي اللي فيها الالياف، وبالتالي هيكون فيها الفايبروبلاست اللي صنعت الكولاجين تايب 1. لكن هنا بيسالك على الانر كوندروجينيك او ساعات يسموها انر سيلولار اللي فيها خلايا بتاعت الغضاريف اوف ذا بيريكوندريا. هتقول له كوندروجينيك سيلز وكوندروبلاست، مفيش فايبروبلاست نهائي هنا في الطبقه الداخليه للبيريكوندريا. مفهوم اللي بقوله؟ في الاوتر من بره خالص مع الفايبرس لاير. الياف وهي كونتها كولاجين تايب 1 وهي كونتها للحمايه. اخش جوه شويه اقرب من الغضاريف الاقي الانر كوندروجينيك لاير، عايز اصنع الغضاريف كوندروجينيك وكوندروبلاست، صح؟ برافو عليك. تمام. يبقى قلنا ايه وظيفه الخلايا دي عشان نبقى فاهمين؟ كارتج فورمينج سيلز او بروتين فورمينج سيل صنعت مكونات الماتريكس بكل ما فيها، وادي نوع من الالياف كولاجين تايب 2. خلي بالك يا جماعه افهم الحته دي كويس. ادي خليه الكوندروبلاست، خليه مبططه هايلي اكتف سيل. احنا اتفقنا قبل كده لما خدنا مع الفايبروبلاست الخليه الحاجات اللي بتصنعها ليها ولا بره؟ ليها ازاي؟ بره للنسيج اللي حواليه للماتريكس اللي بره. يبقى هتصنع الالياف اهي، الالياف هتخرج بره وهتصنع مكونات الماتريكس. خلي بالك الكوندروبلاست بتعمل القصه دي، ابتدت تكون لي النسيج نفسه، عشان كده قلنا انها مهمه، الطبقه دي مهمه للجروث اوف ذا كارتج. بعد ما الخليه تبتدي تفرز الماتريكس حواليها في مرحله لاحقه هتبتدي يا جماعه تتحبس في فراغ او سبيس، السبيس ده بيسموه لاكيولا، وتحولت دلوقتي من اليونج اكتف immature cartilage cell اللي اسمها الكوندروبلاست الى الاولدر او الماتيور less active cartilage cell اللي اسمها كوندروسايت. ايه العلامه اللي انا بعرف انها بقت كوندروسايت؟ لما اتحبست في اللاكينا. لاكينا يعني محفظه، يعني فراغ، يعني سبيس. الخليه افرزت مكونات الماتريكس، قعدت تفرز حواليها حاجات، وبعد شويه اتحبست في فراغ او سبيس اسمه لاكيونا. في هذه الحاله اتحولت الى الماتيور كارتج سيل، دي الخليه الناضجه بتاعت الغضاريف. بس جت بعد ايه؟ جت بعد مجهود الكوندروبلاست، دي الخليه الاصليه او الاكتف اللي هي اليونج او الاماتيور سيل اللي صنعت مكونات الغضاريف. ومن كتر ما افرزت ماتريكس كتير بتتحبس في فراغ او سبيس اسمه ايه؟ لاكيونا، وتتحول الى الماتيور كارتلج سيل اللي اسمها كوندروسايت. خلاص؟ يبقى لو سالتك الاوريجن اوف ذا كوندروسايت جت منين؟ المنشا بتاع تكوين الكوندروسايت الكوندروبلاست، مش الكوندروبلاست افرزت اتحبست؟ ادي الخطوات. Choose the correct statement concerning chondroblasts of hyaline cartilage. دي they have deeply basophilic cytoplasm. برافو عليك. They secrete collagen fibers type 1 لا F type 2. They can divide forming cell nests. هما بينقسموا بس ما بيعملوش القصه دي. They arise from chondrocytes.
لا طبعا ده هم اللي هيدوا الكونتروسايتس. They are the mature cartilage cells. لا دول الـ immature او الـ young cartilage cells. تمام كده؟ وصلنا للكونتروسايتس اللي هي الـ mature cartilage cells، الخلايا الناضجة بقى. ولكن نشاطها أقل. كبرت في السن فنشاطها أقل. برضه عشان نبقى عارفين الخلايا دي بتعمل إيه؟ بتعمل نفس وظائف الكوندروبلاست بس بمعدل أقل بكتير. يعني تصنع فايبرز تايب 2 تصنع. تصنع محتويات الماتريكس تصنع. ولكن مش هايلي أكتف زي خلية الكوندروبلاست. عشان كده بنقول عليها الماتيور الناضجة بقى. كبرت في السن ونشاطها أقل شوية. عشان كده الوظيفة بتاعتها يا جماعة في كلمة مهمة بتبقى عندي دايما بنحطها كلمة مينتنس. منتين يعني ايه منتين؟ يعني مش الشغل الاساسي، لا الصيانة التظبيط بتاع الماتريكس، حاجة قلت هي تصنعها، لكن الشغل الاصلي لمين؟ لخلية الكوندروبلاست. طيب الكوندروسايت يا جماعة ليها قصة كبيرة بقى كده. مكانها فين؟ وشكلها ايه؟ وبتعمل ايه بالظبط؟ الكوندروسايت دي بنقول انها امبيدد. امبيدد يعني ايه؟ يعني مدفونة محفورة في الماتريكس، لكن التانية كانت من بره، كانت على الانر كونتروجينيك لاير، ما كانتش داخلة في عمق الغضاريف، لكن دي امبيدد يعني مدفونة في الماتريكس بتاع الكارتلج نفسه في فراغات اسمها لاتونا. يعني أنا عمري ما هقول على خلية كوندروسايت إلا لما ألاقيها موجودة في السبيس اللي اسمه لاتونا. الخلية دي أقل نشاطاً من الكوندروبلاست، يبقى السيتوبلازم بتاعها احمر، هيبقى الذرائع اللي فيه اقل ولا اكتر؟ مور بيزوفيليك ولا ليس بيزوفيليك؟ ليس طبعا، لان الاورجانيلز اللي فيها المصنعه للبروتينات اقل. تمام؟ يبقى عشان كده هوصف السيتوبلازم بتاع الخليه دي ان هو بين بيزوفيليك. طب النواه خليه نشاطها اقل تبقى اغمق ولا افتح؟ اغمق، هتبقى مور دارك ستيند نيوكليس. طيب شكل بقى الخليه دي يعتمد على مكانها جوه الكارتج. تمام؟ ففي سوبرفيشال بارت وفي دخلت في عمق الكارتج خالص، وهي لسه في السوبرفيشال بارت اللي جايه من الكوندروبلاست على طول بتبقى شكلها اوفال ان شيب، والخليه موجوده لوحدها سنجل انسايد اللاتونه بتاعتها. بعد كده الكوندروسايت يا جماعه بتخش في انقسامات متعدده. طب تعمل ايه الكوندروسايت دي؟ بالديفايد في اللكنة بتاعتها فتديني اثنين وممكن تديني اربعة او ثمانية. الخلايا دي بيقولك عليهم يا جماعة سيمي ليونر. يعني ايه سيمي ليونر؟ يعني شكلها نصف هلالية. خلاص؟ لكن عموما لما نزلت بقت ديفر شوية الخلية بقى شكلها راوند ان شيب وانقسمت في اللكنة فادتني اثنين والاثنين يدوا اربعة والاربعة يدوا ثمانية والثمانية يدوا 16 وهكذا. ده اللي احنا بنسميه يا جماعة ايزوجينس جروب. كلمة ايزوجينس جروب يعني ايه؟ او بيسموه سيل ليست. السيل ليست ده مكون من نتيجة انقسام خلايا الكوندروسايتس. اوكي؟ ليه سموهم ايزوجينس؟ ايزو يعني متشابهين او متماثلين، لان دي خلايا جاية من انقسام الكوندروسايتس فكلهم شبه بعض. كل الدوتر سيلز دي متشابهين، ويجي الماتريكس اللي حواليهم يتركز قوي ويغمق كده حوالين جدار السيل نست ده ويعمل ما يسمى الكبسول. الكبسول اكشوالي عباره عن ايه؟ الماتريكس بس مركز مكوناته كونسنتريتد اكتر حوالين جروب الخلايا اللي احنا بنسميه الكبسول اوف ذا سيل نست. يبقى المنظر ده ليه كذا مسمى. ايزوجينس جروب دي الخلايا نفسها اللي هم الاخوات المتشابهين. التجميعه دي على بعضها بالكبسول اللي محوطها بسميه سيل نست. سيل نست ده شكل تقسيمه الخلايا وهما متحوطين بالكبسول. فهمنا كده يا جماعه؟ يبقى عندي الكوندروسايت خليه دايما امبيدد في الماتريكس حسب شكلها يتحدد، حسب ايه؟ سوبرفيشال ولا دي؟ لو سوبرفيشال بتبقى الخليه بيضاويه في الشكل اوفر وبتكون سنجل لسه ما بدأتش تنقسم، فالخلية لوحدها في اللكنة بتاعتها. كل ما نخش في عمق الماتريكس شكل الخلية يتغير، هتبقى راوند ثم تبدأ في الانقسام. الأول هتديني خليتين والاثنين ممكن يبقوا أربعة والأربعة يبقوا ثمانية، والماتريكس يجي حواليهم يتركز في ما يسمى بإيه؟
الماتريكس نفسه كبسول الاخوات المتشابهين اسمهم ايزوجينس جروب والتجميعه دي اسمها سيل نست. فهمنا هذا الكلام يا جماعه؟ طيب يبقى الخلايا دي اللي هي الكونتروسايتس ده الانقسام بتاعها والاثنين سيميليونر سيلز او الخلايا الهلاليه ادتني شكل السيل نست. طبعا بالميكروسكوب الالكتروني عندها خصائص البروتين فورمينج سيل ولكن الاورجانيلز بتاعتها اقل عددا عشان كده هي اقل نشاطا من الكوندروبلاست ولونها كان افتح سيتوبلازم بيل. ولازم اقول في الفانكشن كلمه منتين. منتين يعني ايه؟ يعني الصيانه هي اللي بتحافظ الحاجه اللي ناقصه تصنعها، لكن مين اللي شغاله على طول؟ البلاست. لكن دي حاجه تعويضيه او للحفاظ على مكونات الماتريكس وتصنيع الكولاجين فايبر. هي بتعمل نفس الوظائف ولكن بمعدل اقل وبنشاط اقل بكتير من الكوندروبلاست. خلاص؟ الخلية دي يا جماعة نشوف الصورة دي عشان بيسألني عن الجروث أو النمو بتاع الكارتج. النمو بتاع الكارتج في خليتين مسؤولين عنه. الكوندروبلاست اللي هي موجودة في الإينر كوندروجينيك لاير أوف ذا بيريكوندريا دي ابتدت تصنع مكونات الماتريكس وتحولت إلى كوندروسايت لما اتحبست في الأمينو. يبقى دي بتضيف طبقات للكارتليج فروم اوتسايد، مسؤوله عن نمو الكارتليج من بره، اضافه طبقات. اما الكوندروسايت بتعمل ايه؟ الكوندروسايت يا جماعه لما تنقسم بتدي مساحه بس من جوه، فروم انسايد، فروم وذين، لانها بتصنع برضه مكونات الماتريكس والخلايا بتنقسم وبتبعد عن بعضيها بمكون الماتريكس اللي موجود حواليها. يبقى خليتين مسؤولين عن الجروث اوف كارتليج. بس الكوندروبلاست جروث فروم اوتسايد والكوندروسايتس جروث فروم انسايد. تمام؟ ويش تايب اوف سيلز كان فورم السيل نست؟ مين اللي بيعمل السيل نست؟ جاوبه ولا مين اللي بيعمل السيل نست؟ كوندروسايتس. الكوندروبلاست بتعمل؟ كوندروسايت. ايش كوندروسايت؟ كوندروبلاست كمان بتعمل سيل نست ولا بتعملش سيل نست؟ اجابه سهله، ما بتعملش سيل نست. اللي بتعمل السيل نست هي الكوندروسايت اللي ابتدت تنقسم في عمق الماتريكس. اللي بره افراد الماتريكس اتحبست في لكنة بقت كوندروسايت بنصنع منها. طبعا يا جماعه في جزء في العملي ان هو هيجيب لك دايجرام وتحط عليه البيانات. احنا خدنا في السيتولوجي من زمان بس خدنا ايه؟ ميتوكوندريا والار ار والجولجي والنيوكليوس. طيب عندنا هنا برضه هنبتدي بقى الحاجات الملونه. كالر دايجرام اول كلمه انك تبقى عارف دي رسمه ايه؟ لانه هيسالك This is a diagram of hyaline cartilage. فيبتدي بقى يشاور لك على ليبلز او اشارات معينه تتكلم عنها. طبعا الطبقه الخارجيه طبقه البيريكوندريا وفي هنا كوندروجينيك. اول خليه بتشتغل عليها دي مين؟ دي الكوندرو بلاس. دي خليه ايه؟ كوندروسايت موجوده انسايد اللاجنة بتاعتها. بعد كده حاجه كوندنس ده ستيلنس او الايزوجينس جروب اتس اوكي. طيب مكونات الماتريكس يا جماعه مهمه في الهايلاين كورتج نبقى فاهمينها لانها بتخص طبيعه او الخصائص بتاعت الكورتج نفسه. الماتريكس اللي موجود حوالين الخلايا ده فيه ايه؟ ده فيه الفايبرز اللي هي كولاجين 5 وفي المكونات اللي احنا بنقول عليها من زمان ميه ونشويات وبروتينات بنقول عليها الجراوند سبستنس. دي بيسموها الجراوند سبستنس. يبقى الماتريكس فيه ايه؟ فيه الفايبرز وعرفنا انها 5 وفيه تيشو فلويد ميه بنسبه عاليه جدا 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 في الغضاريف. لا و 75% من وزن الغضروف بيتعوض او تيشو فلويد. افتكروا ليه يا جماعه؟ اكسبلين اون ساينتفك بيزنس. ليه الماتريكس ده فيه كميه كتيره من الميه؟ ايوه صح، ده سبب مهم بيسموه شوك ابزوربر. شوك ابزوربر يعني ايه؟ يعني الغضروف يتلقى الصدمات عشان يحافظ على
الستراكشر او الهيكل نفسه، زي مثلا في النيزل باسجز في الامبريو يقدر يبقى شوك ابزوربر عشان ما يتقنعش. نعم عشان تمام، عشان يسمح بمرور الميه، بمرور الميه دي المكون العالي للميه في الماتريكس، يسمح بالديفيوجن بتاع النيوترينز والاكسجين. نعم بين المفاصل في ايه؟ غير المفاصل ماشي، ده الوظيفه العامه للارتيكولار كورتكس. صح، يبقى هنا ليه مكون الميه عالي جدا في هذا النسيج؟ لسببين، عشان يشتغل كشوك ابزوربر، حاجه يتلقى الصدمات ما يكونش حاجه ناشفه او ستيف، وفي نفس الوقت يسمح بالديفيوجن للغذاء والدم، لان النسيج ده قلنا يعني اصفر. تمام، يبقى عندي 75% تيشو فلويد او ميه. طيب بقيه مكونات الجراوند سبستنس ده ايه؟ موليكيولز بقى الثانيه، الجزيئات الثانيه اللي احنا بنقول عليها بيسموها ماكرو موليكيولز، اللي هي البروتينز والكربوهيدرات. تمام، ايه انواع الفايبرز؟ سؤال مهم جدا هنا في الشفوي. انواع الفايبرز اللي موجوده في الهاي لاين كارتج، قلنا كولاجين تايب وان، لسه هنقول وان بقى تايب وان، ده بره في الفايبرز، لكن في الغضروف نفسه تايب 2. طيب ايه خصائص التايب 2 ده؟ خلي بالك انا لما هتشوفوا العينه دي، طبعا خلاص هقوله بعد كده في الميكروسكوبات في المعامل، هتشوفوا عينه من البوستال كارتج، خلاص هتلاقي الماتريكس بتاعنا لونه ازرق شفاف خالص، حاجه هوموجينس كده كلها متجانسه، وهتشوفوا بينهم دي يا جماعه الانويه بتاعت خلايا الكوندوسايت اللي عامله السيلز ده تحت الميكروسكوب، خلاص يبقى ماتريكس الارضيه بتاعتي عامله زي البحر او السماء رايقه خالص، بيزوفيليك ولكنها هوموجينس متجانسه، وبينهم السيلز تجميعات الخلايا اللي سميناها سيلز. طيب الماتريكس ده لما هو فيه كولاجين فايبرز ازاي بان لي هوموجينس بالشكل ده؟ ازاي بان لي البحر الناعم او السماء الصافيه ده؟ يعني مش شايفه الفايبرز خالص؟ عشان ايه؟ عشان انا قلت ايه عن الفايبرز؟ تايب 2 مالها؟ فيري ثين فايبرز، قلنا لغايه يسموها فايبرز، يعني بالنانوميتر، يعني ما بتتقاش برؤيه الميكروسكوب الضوئي اللي بيقيس بالمايكروميتر، لانها فيري ثين فايبرز. تاني سبب، لان الالياف دي ومكونات الماتريكس اللي حواليهم لقوا ان ليهم نفس معامل الانكسار. يعني ايه معامل الانكسار؟ ريفراكتيف اندكس، يعني لما تفحصهم تحت الميكروسكوب مفيش واحده تبان والثانيه لا، هما الاثنين الضوء بينكسر فيهم بنفس الطريقه، يبقى مش هيفرقهم بعض، يبقى كاني مش شايفه حاجه، كاني شايفه الارضيه متجانسه وهوموجينس ومفيش اي نغبشه ولا وجود للالياف باين. ده بيسالك الحته دي في الشفوي مهمه جدا. نوع الفايبرز كولاجين تايب 2 فيري ثين، ليه ما بيبانش يا ابني تحت الميكروسكوب الضوئي؟ لان هما فيري ثين، اقل من قدره تكبير اللايت مايكروسكوب، وان هما ليهم نفس معامل الانكسار اللي هو الريفراكتيف اندكس بتاع مكونات الماتريكس اللي حواليك. مفهوم اللي انا بقوله؟ بنوصف الماتريكس ان هو هوموجينس متجانس، ترانسبيرنت يعني شفاف، وده معنى كلمه هيالو اللي قلناها في الاول. طيب ليه بقى الماتريكس بيزوفيليك؟ دي حاجه ثانيه. شوك ابزوربر اللي احنا كنا بنقولها دي، هنقول بقى مكونات عشان نبقى عارفين ايه المكونات اللي عندنا. احنا قلنا في جلايكوبروتينز وبروتيو جلايكاز. طيب في لما نبص للصورة دي كده، إيه هي البروتيو جلايكان يا جماعة؟ بروتيو يعني أنا عندي كور من البروتين وطالع منه حاجات سايد تشينز جانبية كده من الكربوهيدراتس، خلاص؟ بيشبهوا المنظر ده بالفرشة اللي بينظفوا بيها البوتلز بتاعت البيبيهات، فرشة براش بوتل، تمام؟ آدي كور بروتين والحاجات الجانبية دي هي الكربوهيدرات دي اللي انت شايفها بيسموها جاكس
يعني sulfated glycosaminoglycan glycan. الجاكس دي هي مسؤولة عن البيزوفيليا بتاعة الماتريكس أو الذرائع بتاع الماتريكس، وكمان هي ليها لقوا التشينز بتاعتها تشارجت فبتجذب المايو، هي دي اللي بتخلي تيشو فلويد كتير في الماتريكس اللي حواليها، قلنا 75% لأنها تشارجت وبتأتراكت المية الووتر موليكيولز، فتخلي نسبتها نسبة المية في الماتريكس بتاع الكارتلج تبقى عالية جدا. يبقى خلي بالك احنا قلنا مكونات الماتريكس ده ايه؟ في فايبرز دي لوحدها اللي هي تايب 2 كولاجين وعرفنا قصتها. في حاجه اسمها جراوند سبستنس، ايه هو الجراوند سبستنس؟ يتميز ان في 75% ميه تيشو فلويد، وفي جزيئات كبيره ماكرو موليكيولز 25% باقي اللي هي الجلايكوبروتينز والبروتين جلايكانز، وفي نوع منهم اسمه الجاكس سلفيتد جلايكوزامينو جلايكانز، دي اللي مسؤوله عن الريجيديتي بتاعت الماتريكس، الريجيديتي يعني هو ريجيد او قوي، والبيزوفيليا بتاع الماتريكس يعني الذرائع. اي كارتلج يا جماعه بتشوفه بنلاقي الماتريكس بتاعه بيزوفيليا، وده بفرقه بالبون لان البون بيبقى اسيدوفيليا. ايه سبب الذرائع بتاع الكارتلج؟ هذه الجاكس اللي هي سلفيتد ان فيها سلفوريك اسيد هتاخد الصبغه البيزك اللي هي الهيماتوكسين. سلفيتد جاكس هي مسؤولة عن الريجيديتي يعني القوة بتاعت الماتريكس، ومسؤولة كمان عن البيزوفيليا أو الكارتلج ماتريكس. مفهوم؟ إيه التايب أوف فايبرز فاوند إن ذا ماتريكس أوف هايلاين كارتلج؟ هايلاين كارتلج إيه؟ كولاجين فايبرز تايب 2 تايب 2، لأنه بيسألني في الماتريكس سؤال واضح في الماتريكس بتاع هايلاين كارتلج، ما قالكش في الاوتر فايبرز لاير وذا فيري كونتور. فايبرز ار نوت سين ان ذا ماتريكس اوف هايلاين كارتلج باللايت مايكروسكوب بيكوز ليه مش شايفه الاليات؟ They have the same refractive index as the matrix components. ما اتفقنا؟ ايه خصائص الصبغه اللي ممكن يتصبغ بيها الماتريكس اوف هايلاين كارتلج؟ قلنا بالاتش ان اي بيبقى ميزوفيليك عشان ايه؟ عشان الجاز سلفيت الجاز. طب في سبيشال ستين ممكن الون بيها الماتريكس بتاع هايلاين كارتلج، مش احنا قلنا ان في جلايكو بروتينز، وقلنا اي حاجه نشويات قبل كده اسبوعها ايه يا جماعه؟ بالفاكس. يبقى عشان الماتريكس ده فيه جلايكو بروتينز نسبه نشويات كبيره اقدر اسبوعه يبقى فاس بوزيتيف. The matrix of hyaline cartilage is basophilic due to the presence of sulfated gas. فهمنا الكلام ده يا جماعه؟ خلاص عرفنا السايتس بتاعت الهيلاين كارتج، الاماكن اللي هي في الجسم، قلنا الفيتال سكيلتون بيدي سبورت ليه يساعد على الجروث بتاعه، لما يتولد هيفضل موجود الكارتج في مكانين في العظمه، الارتيكولار كارتج المفروض ده نيفر اوسيفاي بس طبعا هو يحصلوا ديجنريشن او تاكل مع تقدم الزمن، وفي الابيفيزيال بليت لونج بون المسؤول عن الراس الطول بتاع العظمه، قلنا موجوده في الارتيكولار سيرفيس اوف جوينتس، قلنا العينه بتاعتنا اللي هتاخدوها في العملي صوره العملي اللي عندك في الهايلاين كارتج واخدينها من الكوستال كارتج، هيطلع كده هيعدي في الريب من فوق لتحت، فالريب دي هتطلع دوائر ولا دوائر، لو قطع في اثنين ريبس هتطلع دائرتين، قطع في ثلاثه ريبس ثلاث دوائر وهكذا، وبينهم ايه؟ ايه اللي بيشبك الريبس؟ في ايه بينهم يا جماعه؟ انتر كوستال ماسل في سكيلتال ماسل دي اللي مربطه بين الريبس وبعض، انتر كوستال ماسل. هنا بيقول لنا 60 حاجه اسمها بروبلم سولفنج يا جماعه، يقول لك شكل حدوته طبيه كده ويسالك سؤال. 60 year old heavy smoker مدخن عنده 60 سنة with a history of coronary artery stenosis. coronary artery يعني الشرايين الداخلية فيها stenosis يعني فيها ضيق. was scheduled to perform open heart surgery يعني محطوط في جدول العمليات انه هيعمل جراحة قلب مفتوح. سيرجيو الجراح should avoid cutting the costal cartilage. الجراح هو بيفتح منطقه الشيست وهيشتغل اوبن هارت
ما يعورش البوستر كارتج due to fear of. D. Cartilage has a limited capacity for regeneration. لأنه أرسكولار. يبقى لو عور الكارتج في المكان ده مش هيحصل له regeneration. خلاص صورة الداتا شو اللي عندنا؟ داتا شو؟ الام بيكتشر اوف هايلاين كارتج او بوستر كارتج. يعني انا واخده العينه دي من اول حته في الرجل. خلاص؟ فلقيت جوه الغضروف نفسه وعلى الناحيتين في البريكوندريا. البريكوندريا محمر شويه لان الاوتر فايبرز دي بتاعته الياف، الكولاجين تايب 1 اللي لونها احمر. الكارتج نفسه ازرق. الهايلاين كارتج الارضيه بتاعته قلنا السما صافيه. بيزوفيريك عشان السلفيتد جاز وشايفه فيها الانويه بتاعه الكوندروسايتس والمنظر بتاع السيل نست والكبسوله اللي قلنا عليها. واضح؟ دي صوره الهايلاين كارتج. طبعا الاوستيو ارثرايتس ده يا جماعه عشان كلينيكال ابلكيشن مكتوب عندك اوستيو ارثرايتس اللي هي خشونه في الغضاريف. دي بتيجي المفروض مع تقدم السن بيحصل gradual degeneration تآكل في الارتيكولار كارتلج اللي بيغطي العظمتين اللي بيحتكوا مع بعض في المفاصل المتحركه، وبالتالي انت اكسبوز العظم لبعض، فده بالتالي بيسموه خشونه. بتيجي اكتر حاجه في الني والهيب، مفصل الركب بالذات في الستات، والحوض الهيب جوينت. خلاص بيتكون يا جماعه زوائد عظميه اسمها اوستيوفايتس، دي اللي بتحط العود البون في بعضيه، دي اللي بتعمل السيفير بين. طبعا في الم شديد جدا في المشي خصوصا في فروع السلالم كمان نتيجه البوني بروجكشنز، زوائد عظميه لما الغضاريف تتشال والعظم ينكشف بيتكون بروزات او زوائد عظميه اسمها اوستيوفايتس. دي لما بتحط ببعض هي اللي بتعمل السيفير بين والانفلاميشن. ده الكونديشن ده بنسميه اوستيو ارثرايتس. عرفنا الفانكشنز وربطناها بالاستراكشر وعرفنا الكلينيكال ابلكيشن اللي هي اوستيو ارثرايتس. اكتر حاجه بتبقى في التهاب في المفصل الركبه الني جوينت. هنا مش هقول لك على اللي فوق الزوائد العظميه اللي هي الاوستيوفايتس اللي بتحط في العظم. ده الني جوينت برضه بيحصل فيه في مفصل الحوض. حد يعرف يجاوب دي؟ identify the section. دي صورة تانية مشابهة لحاجة عندك. ايه العينة دي؟ هايلاين كارتج. شايف الزلاج اللي في الكارتج في الماتريكس؟ الدنيا الصافية دي خالص. ريد ارو بيشاور على الماتريكس يا جماعة بتركز، والواي ارو بيشاور لي على شاورين على حاجة حمراء بقى بره. ده ايه؟ ده البريكوندريا. البريكوندريا من محوط الغضروف الخارجية، يبقى دي طبقة البريكوندريا. هناخد الإلاستيك كارتج ونخلي تالت نوع للمحاضرة اللي بعديها إن شاء الله، لأن الإلاستيك كارتج سهل جدا، هما كلمتين بالظبط. بيسموه اليالو إلاستيك كارتج. التاني كان لونه شفاف أو ترانسبيرنت. ده لونه مصفر. يعني اتفقنا قبل كده ان اي حاجه يغلو فيها الفايبرز زي ما خدنا الاورطه قبل كده. بالمناسبه بقى مش بنلخبط خالص بين الانسجه والدخانه ببعض. انا عندي هنا يلو الاستيك كارتج، وكنت خدت قبل كده دنس تايب اوف كونكتيف تيشو وسميناه يلو الاستيك كونكتيف تيشو. ده حاجه وده حاجه. خدت وايت فايبرز كونكتيف تيشو، مش هلخبطه مع الوايت فايبر كارتج النوع الاخير. ده نسيج ضام ودي غضاريف. كل حاجة ليها مكانها في الجسم ووظيفتها وتركيبتها الهيستولوجية، عشان تبقى واخد بالك متبقاش الدنيا سايحة معاك كده ويقعدك بقى تعرق قصاده. في فرق بين الغضاريف والكونكتيف تيشو. الدنس تايبس اوف كونكتيف تيشو هي اللي بتتلخبط شوية مع انواع الكارتج كمسميات، وتخش بيك بقى في حتة تانية خالص. احنا خدنا مثال الأورطة مثلا، قلنا الأورطة بتبان مسفرة في المشرحة عشان 80% من جدار الأورطة فيه الإلاستيك فايبرز اللي بتعمل ستريتش وريكويل.
هل هو ده اليلو إلاستيك كارتج اللي انا بتكلم عنه دلوقتي؟ لا طبعا، انا هنا بتكلم في غضاريف يغلق في تكوينها الإلاستيك فايبرز، فبرضه في الفريش ستيت بتبقى واخده لون المسفر، ولكن هذا نسيج وده نسيج تاني خالص، ده وظيفه وده وظيفه تانيه خالص. النسيج او الاماكن من الغضاريف اللي محتاجه فيها بندنج، بندنج يعني حاجات هتتني وترجع لشكلها تاني، زي ودنك كده من بره، الودنه بتاعتك تقدر تعملها وتغير شكلها. غضروف فيرم اهو قوي ماسك نفسه، لكن في نفس الوقت عشان هنا في الاستيك فايبرز كتير في تركيبه الغضروف ده يحصل فيه بندنج بسهوله شديده. يبقى دي الاماكن اللي بيحصل فيها ريبيتد بندنج موفمنت وحركه وتنايات مستمره. فهيختلف عن الهايلاين كارتج، هو شبه في حاجات كتير ولكن في نقط اختلاف. عشان هنا احنا محتاجين موسيقى اسمها البندنج، يبقى هنا الفلكسبيليتي او المرونه لازم تبقى اعلى بكتير، وبالتالي بيوجد كميات كبيره من الالاستيك فايبرز في هذا النوع من الغضاريف كجزء من تكوين الغضروف، فبيدي لون المسفر شويه الفريش ستيت. لكن اليالو الاستيك كونكتيف تيشو اللي في الاول ده حاجه ثانيه، ده كونكتيف تيشو، لكن هنا كارتريدج. السايتس او الاماكن اللي هلاقي فيها الكونكتيف تيشو ده، اللي ممكن في الامتحان يجيب لك تيشوز مختلفة، يقول لك كل السايتس بتاعتها، ممكن يقول لك حاجتين بقى يجننوك، يلو الاستيك كونكتيف تيشو ويلو الاستيك كارتج. طبعا وانا بعدي في الامتحانات بيقولوا لي ده هما واحد، بعدين جايبه حاجه متكرره مرتين. لا يا حبيبي، هما مش واحد، هما اثنين، انت اللي مش مركز شويه. تمام؟ فاليلو الاستيك كارتج السايتس بتاعته بتبدا بحرف الاي، بس هنقول على حاجه ما تلخبطكش، خدناها مهمه جدا مع الهايلاين كارتج اسمها الابيفيزيال بليت. الابيفيزيال بليت اللي بيحصل منه البروز ده نوع من الغضاريف نوعها هايلاين، بتبدا بحرف الاي عشان ما تقولنيش حضرتك قلت لنا كله بيبدا بالاي. هنا كله بيبدا بالاي بس ما تدخلش معاه الابيفيزيال بليت بتاع الهايلاين كارتج. ايه الاماكن اللي هلاقيها؟ اول حاجه بنقول عليها الاير بينا، اللي هي حاطط لك عليها الدايره دي، العينه اللي هتشوفها في المعمل دي صوره الالاستيك كارتج واخدينها من الودنه الخارجيه دي، مش الحته الطريه اللي تحت، الحته الناشفه، هاخد عينه منها فسميها اير بينا. طبعا انت شايف ان في غضروف في النص متغطيه من بره وجوه بجلد من الناحيتين بالسكين، فهتشوف على الشريحه سكين فوق وتحت وفي النص غضروف. اوكي؟ عندي كمان الاكسترنال اوديتوري كانال، قنوات السمعيه يا جماعه، طبعا دي اسمها الاكسترنال اير، خدت منها الاير بينا. اول اكستنشن للاير دي جوه اسمها القناه السمعيه الخارجيه، الاكسترنال اوديتوري، اوديتوري يعني سمعيه، دي مكونه من جزء كبير منها كارتج، لما تخش جوه شويه تتحول لبون. تمام؟ عندي كمان اللارنجيال كارتجز، في نوع من الغضاريف موجوده في الحنجره اسمه الابيجلوتس. الابيجلوتس ده يا جماعه اللي هم بيسموه لسان المزمار. لسان المزمار المفروض ده بيغطي ويقفل الحنجره لما يكون الاكل معدي لورا للمريض، لاحسن الاكل ينزل فين؟ في الممرات الهوائيه، تبقى مصيبه، بنموت في ساعتها. فالابيجلوتس ده حاجه عامله زي طبعا البندنج بقى ليل ونهار، طول ما انت بتاكل طول النهار ما تبطلش اكل، الابيجلوتس ده بيقفل على الحنجره كده عشان يخلي الاكل ينزل ورا للمريض وما ينزلش في الممرات الهوائيه، عشان يقدر يعمل كده على طول. فتركيبته غضروف بس مليان الاستيك فايبرز عشان عمليه البندنج اللي احنا قلنا عليه. يبقى عندنا الاير بينا، الاكسترنال اوديتوري كانال، في انبوبه ثانيه تسمع عنها اسمها الاوستيكيان تيوب، اللي هي لما تركب الطياره تحس ان ودانك مسدوده لما الضغط يعلى فيها، المفروض دي متوصله، دي انبوبه متوصله نيزو فارنكس بالاير، خلاص؟
يقول لك ابلع ريقك عشان تفتح الاوستيكيان تيوب وانت راكب الطياره دي عشان تعادل الضغط البريشر ايكوالايز البريشر. فبرضه تركيبه قناه اوستيك دي او الاوستيكيان تيوب فيها الاستيك كارتج. تمام يا جماعه؟ يبقى كلها بتبدا بحرف الاي بس باكد مش هنحط معاها الفيزيال بليت لان تكوينه هيلاين كارتج. السؤال يجي لك ازاي؟ السؤال الاسهل المباشر يقول لك اماكن الالاستيك كارتج في الجسم، او يجيب لك المكان ويقول لك ايه نوع الكارتج، او الاصعب ايه نوع التيشو اللي في هذا المكان. نوع الكارتج اديك عرفت ان انت في الكارتج، هتعافر بقى ما بين الهايلاين والالاستيك والتاني. لكن نوع التيشو ده اللي الواحد لازم يبقى فاهم. يعني يجيب لك مثلا يقول لك اورطه، ايه نوع النسيج اللي في جدار الاورطه؟ يلو الاستيك كونكتيف تيشو. ايبيجلوتس يلو الاستيك كارتج. ايبيفيزيال بليت هايلاين كارتج. في الاسسمنت هتلاقوا تدريبات كتير على هذا الكلام. يبقى دي السايتس بتاعت اليلو الاستيك كارتج. الاستراكشر بتاعه هو زي الهايلاين كارتج باستثناء نقطتين. يعني احنا قلنا هناخد العينه مثلا الاير بينا دي، فهلاقي جلد من بره ومن جوه من الناحيتين، وهلاقي غضروف ماشي زي الهلال في النص كده، غضروف نفسه. الغضروف ده بنغطي البريكوندريوم عادي جدا، كفر بالبريكوندريوم عشان الفانكشنز اللي خدناها قبل كده. طب لما اجي اشوف بقى تركيبه الغضروف نفسه الالاستيك كارتج ده، اولا عندي كوندروسايتس. الكوندروسايتس دي موجوده في اللاكنه بتاعتها. تمام؟ الكوندروسايتس هنا يا جماعه اولا يا اما سنجل لوحدها خالص، يا اما تديني سيل ليست بس مش بتدي انقسامات كتير زي بتوع الهايلايت. قلنا هناك اربعه وثمانيه وغيره، هنا اثنين بس. فبنسميها سمول سيل ليست. يبقى الكوندروسايت ما تعملش اكتر من اثنينات. نمره اثنين، انا سميته ليه الاستيك كارتج؟ لان في عدد كبير جدا من الالاستيك فايبرز مكونه لهذا الغضروف. فهلاقي في الماتريكس اللي حوالين الكوندروسايتس اعداد كبيره جدا من الالاستيك فايبرز. وقلنا في اول المحاضره ان في كمان كولاجين تايب 2، هشوفه؟ كنت شفته في الهايلايت؟ مش هشوفه، لكن هشوف الالاستيك فايبرز. عشان كده في اول تعريف هذا الكارتلج يقول لك it is opaque. opaque يعني معتم. معتم مش شفاف زي الثاني. خصائص مختلفه. هنا بيديني ليونه ومرونه وبالتالي في الاستيك فايبرز كتير، فتخلي الماتريكس بتاعي منغمش معتم، ما هوش شفاف او هوموجينس او هايلاين هايلو زي ما خدنا في النوع الثاني، لان هنا الالاستيك فايبرز اللي انت راسمها حوالين الكوندروسايتس دي هتبان تحت الميكروسكوب خطوط منغبشه، فتخلي الماتريكس بتاعي يفقد الخاصيه اللي هي الهوموجينس اللي احنا قلنا الدنيا الصافيه اللي شفناها مع الهايلاين دي مش هتكون موجوده. يبقى الالاستيك زي الهايلاين باستثناء حاجتين. اولا عدد كبير جدا من الالاستيك فايبرز برسمها مركزه حوالين الكوندروسايتس، وبالتالي الماتريكس بقى اوبيك معتم وما بقاش شفاف زي المايلاين كارتج. الكوندروسايتس بتاعتي يا اما سنجل كل واحده لوحدها، يا اما عامله سيل نست بس نقول عليه سمول ايزوجينس بول. سمول سيل نست لانها بتنقسم مره واحده فتدي تو توتر سيلز وخلاص، مفيش الاربعات والثمانيات اللي شفناهم مع الهايلاين كارتج. برضه ممكن يجي لك الدايجرام ده يقول لك ذيس از دايجرام اوف الاستيك كارتج. الاشارات سهله، بيريكوندريال اوتر فايبرس والا كوندروجينيك ما فيهمش مشكله. طبعا الالياف اللي موجوده بكثره هي الالاستيك فايبرز. الكوندروسايتس في اللاكنه بتاعتها وعامله لي سمول سيل نست مش جروب كبير. دي صورة العملية، إيه بقى الصورة دي؟ الحتة الهلالية اللي ماشية في النص ده الغضروف، من فوق سكين ومن تحت سكين، وأنا مش هقول لك تتعرف على السكين دلوقتي، جلد غير كلمة واحدة تعرفها، كيراتينايز ستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم، صح ولا لأ؟ كيراتينايز ولا نون كيراتينايز؟ كيراتينايز، ودينا للشارع أهو قلنا الاكسترنال إير، خلاص؟ أدي الكيراتين فوق، ستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم، كل الزوائد الجلدية بقى اللي أنت شايفها دي هير فوليكل، شعيرات خصوصا لو العينه من راجل، سويت جلاندز، سيبيشس جلاندز، الغدد العرقيه والدهنيه بتاعه الجلد العاديه. ماليش دعوه بتركيبه الجلد دلوقتي، اعرف ان دي طبقه من الجلد
غطيه كيلاتينايز كيلاتيفايد سكويمس ابيثيليا هتشوفها في الشريحه فوق وتحت. الهلال اللي في النص ده الغضروف نفسه ده اليلو الاستيك كارتج، وطبعا منهبش ومفيش المنظر الهوموجينس بتاع الهايلايت كارتج اللي شفناه قبل كده. واضح الكلام ده يا جماعه؟ Choose the correct statement regarding yellow elastic cartilage. اليلو. Matrix contains large number of branching elastic fibers. Choose one site for yellow elastic cartilage. اليلو. الكيس دي بقولها وخلاص. 12 year old boy complaining of deformity of the ear pinna with a history of severe trauma to his external ear. يعني حد ضربه جامد جدا بطريقه همجيه بوظت له او عملت له deformity، عشان ما تضربوش بعض ولا اخواتكم على ودانكم، عملت له deformity في ايه؟ في الاير pinna الخارجيه بتاعته. سيتي سكان الاشعه المقطعيه ريبيت يعني وضحت separation of the pericondrium انفصال الدمج اللي حصل. يا جماعه سعاده ايه؟ بس نفسي اعرف السعاده دي ايه؟ اخرتها ايه السعاده؟ انفصال البيريكوندريوم عن الكارتج بمجموع ايه؟ يعني في تجمع دموي فصل البيريكوندريوم عن الغضروف نفسه. طيب الاير ديفورمتي هنا may be due to ايه؟ حصل الديفورمتي اللي احنا شايفينها دي؟ وبعدين حتى مصدر البلد سبلاي اللي جاي من البريكوندريا اتقطع، يعني النسيج ده باظ خالص، اتقطع وبعد عن الغضروف، فمش هيحصل وصول